علم البيئة فرع متخصص من العلوم يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها. إن دراسة المخلوقات الحية وبياناتها ليست جديدة، فقد أدخل عالم الأحياء الألماني أرنست هيجل مصطلح علم البيئة عام 1866، ويعتمد علماء البيئة على الملاحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام الأدوات المختلفة والطرائق المتنوعة. وتساعد الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية على إجراء مثل هذه التجارب في بيئتها، وكذلك حماية المخلوقات الحية منذ تأسيسها عام 1986. يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية وبيئاتها ضمن الغلاف الحيوي، والغلاف الحيوي جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة. الغلاف الحيوي المحيط بالكرة الأرضية المفعمة بالحياة، ويشكل الغلاف الحيوي طبقة رقيقة حول الأرض ويمتد عدة كيلومترات. ويدرس علماء البيئة هذه المخلوقات والعوامل الموجودة في بيئاتها، وتنقسم هذه العوامل إلى مجموعتين، هما العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية. العوامل الحيوية تسمى المكونات الحية في بيئة المخلوق الحي العوامل الحيوية. العوامل اللاحيوية تسمى المكونات الغير حية في بيئة المخلوق الحي العوامل اللاحيوية. الجماعات الحيوية والمجتمعات الحيوية. تسمى الجماعات الحيوية هي الموقع الذي يشترك فيه المخلوقات الحية في الوقت نفسه. والمجتمع الحيوي هو مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها. المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع الحيوي هو النظام البيئي، الذي يتكون من المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية. والمستوى التالي في التنظيم هو المنطقة الحيوية، وهي مجموعة واسعة من الأنظمة البيئية التي تشترك في المناخ نفسه. العلاقات المتبادلة في النظام البيئي. الموطن، وهو المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي. الإطار البيئي، وهو دور المخلوق الحي أو موضعه في بيئته. الإطار البيئي للمخلوق الحي يلبي الاحتياجات الضرورية، ومنها الغذاء، المأوى، والتكاثر. الإطار البيئي يحقق احتياجات المخلوق الحي، والموطن هو المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي. التنافس. يحدث التنافس عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي واحد المصادر نفسها في الوقت نفسه. الافتراس. يحصل العديد من أنواع المخلوقات الحية على غذائه بأكله مخلوقات حية أخرى، ويسمى التهام مخلوق حي لمخلوق حي آخر الافتراس. التكافل. تسمى العلاقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معا التكافل، وهناك نوعان مختلفتان من علاقات التكافل، وهي التقايض والتعايش. تبادل المنفعة أو التقايض. العلاقة بين مخلوقين حيين أو أكثر يعيشان معا بحيث يستفيد كل منهما من الآخر، تسمى تبادل المنفعة أو التقايض. التعايش. تستفيد الأشناة من الشجرة التي تعرضها للمزيد من ضوء الشمس، ويسمى هذا النوع من العلاقات التعايش، وهي علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقات الحية بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر. التطفل. تسمى العلاقة التي يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر الآخر التطفل. فالطفيليات قد تكون خارجية كالقراد والقمل والبراغيث والبعوض، أو داخلية كبعض أنواع البكتيريا والديدان الطفيلية مثل الدودة الشريطية وغيرها. من أنواع التطفل الأخرى تطفل الحضانة، فطائر الأبقار البني الرأس
يعتمد على أنواع الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وفي حضانة بيضها. الطاقة في النظام البيئي الذاتية التغذي أو المنتجات. النباتات الخضراء جميعها والمخلوقات الحية الأخرى التي تنتج غذائها بنفسها هي منتجات أولية تسمى ذاتية التغذي. والمخلوقات الحية الذاتية التغذي هو المخلوق الذي مكنه الله تعالى من الحصول على الطاقة من ضوء الشمس أو من المواد الغير عضوية لينتج غذائه بنفسها. وتعد المخلوقات الحية الذاتية التغذي أساساً لكل الأنظمة البيئية لأنها توفر الطاقة لكل مخلوقات الحية الأخرى في النظام البيئي. علل سبب أن المخلوقات الحية هي أساس لكل الأنظمة البيئية لأنها توفر الطاقة لكل المخلوقات الحية الأخرى في النظام البيئي. والمستهلكات أو غير ذاتية التغذي هي المخلوق الحي الذي يحصل على احتياجه من الطاقة بالتهام مخلوق حي آخر. ويسمى غير ذات التغذي والمخلوقات الحية غير ذات التغذي بالمستهلكات. والمخلوق الغير ذات التغذي هو الذي يتغذى على النباتات ويسمى آكل الأعشاب كالبقرة والأرنب والجراد. أما المخلوقات غير ذاتية التغذي التي تفترس المخلوقات الحية الأخرى غير ذاتية التغذي ومنها الأسود والوشق فتسمى آكلات اللحوم. وبالإضافة إلى آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم هنالك مخلوقات أخرى تتغذى على النباتات والحيوانات وتسمى المخلوقات القارتة. ومن أهم القوارت الإنسان. ومن أمثلة القوارت في الحيوانات الغراب والدب والراكون والفأر والقرد. أما المخلوقات الكانسة فهي مخلوقات حية تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي فتعيد بذلك المواد الغذائية إلى التربة والهواء أو الماء لتستخدمها المخلوقات الحية الأخرى مرة ثانية. وتضم المخلوقات الكانسة الضباع وبعض الديدان والحشرات كالذباب والعديد من الحشرات المائية التي تعيش في قاع الجدول المائي. أما المحللات مثلها مثل الحيوانات الكانسة فتحلل المخلوقات الميتة عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة وتعد الفطريات وبعض أنواع البكتيريا من المحللات. تقوم المخلوقات الحية غير ذاتية التغذي جميعها ومنها الكانسات بتعليل جزء من المواد المغذية عندما تتغذى على المخلوقات الحية الأخرى وتحلل أجسامها إلى مركبات عضوية. وتقوم المحللات بتحليل المركبات العضوية لتوفير المواد المغذية للمنتجات من أجل إعادة استخدامها وبدون المحللات. والكانسات يمتلئ الغلاف الحيوي بالمخلوقات الميتة. نماذج انتقال الطاقة. يستخدم علماء البيئة السلاسل والشبكات الغذائية لعمل نماذج لانتقال الطاقة في نظام بيئي ما. ممثل أي نموذج تعد هذه السلاسل والشبكات الغذائية تمثيلا مبسطا لانتقال الطاقة. كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية يطلق عليها مستوى غذائي وتشكل المخلوقات الحية الذاتية التغذي المستوى الغذائي الأول في الأنظمة البيئية جميعها. أما المخلوقات الحية غير ذاتية التغذي فتشكل المستويات الأخرى وما عدا المستوى الغذائي الأول. تحصل المخلوقات الحية في كل مستوى غذائي على طاقتها من المستوى الغذائي الذي يسبقه. السلاسل الغذائية. السلسلة الغذائية نموذج بسيط يمثل كيف تنتقل الطاقة ضمن النظام البيئي.
الشبكات الغذائية علاقات التغذي فيها أكثر تعقيداً من السلسلة الغذائية المنفردة، لأن معظم المخلوقات الحية تتغذى على أكثر من نوع من المخلوقات، فالطيور مثلاً تتغذى على البذور والثمار والحشرات المتنوعة. والنموذج الأكثر استعمالاً لتمثيل العلاقات الغذائية في النظام البيئي هو الشبكة الغذائية، وهو نموذج يمثل السلاسل الغذائية المتداخلة المتنوعة والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة خلال مجموعة من المخلوقات الحية. الهرم الغذائي. استخدم علماء البيئة نموذج آخر لتوضيح انتقال الطاقة خلال النظام البيئي، وهو الهرم البيئي، وهو مخطط يمكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة الحيوية وأعداد المخلوقات الحية بكل مستوى غذائي في النظام البيئي. الكتلة الحيوية، وهي الكتلة الإجمالية للمادة الحيوية عند كل مستوى غذائي في كل مستوى غذائي. وكما يوضح هرم الأعداد، فإن العدد النسبي للمخلوقات عند كل مستوى غذائي يتناقص أيضا، لأن الطاقة المتوفرة لدعم نمو المخلوقات الحية تقل. قارن بين المخلوقات الحية ذاتية التغذي وغير ذاتية التغذي. المخلوقات الحية ذاتية التغذي تضع غذائها بنفسها من منتجات أولية تحصل على الطاقة من ضوء الشمس، أما غير ذاتية التغذي تحصل على الطاقة وغذاؤها التهام كائن حي آخر من المستهلكات مثل أكلات العشب وأكلات اللحوم.